السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبا لأحبار اليهود، استبدلوا الإيمان بالكفر والهدى بالضلال، وتركوا ما معهم من التوراة واتبعوا كتب السحر. فبدلا من المصارعة للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم من عند الله بالقرآن الكريم مصدق لما معهم من التوراة، ماذا فعلوا؟ نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر. وفي قاعدة أزلية بتقول: من ترك طاعة الله شغل بمعصية الله. وإن كان ظاهر الآية الشريفة يتحدث إلى طائفة من أحبار اليهود، فمخطئ من يظن أن الآية موجهة إليهم فقط، لا، بل هي موجهة إلينا جميعا. فمن ترك الإيمان شغل بالكفر، ومن ترك القرآن شغل بالأغاني والأفلام. وخلونا بقى نعرف أصل الحكاية. كانت الشياطين تصعد إلى السماء وتسترق السمع، فكانوا يستمعون من كلام الملائكة لما يخص الأرض من موت أحد أو أمر أو غيث، فكانوا يخلطون ما يسمعون مع 70 كذبة ويلقون بكل هذا إلى الكهنة والسحرة في الأرض. وما أكثر الناس الذين كانوا يذهبون إلى الكهنة والسحرة ويصدقونهم فيما يقولون. وللأسف الشديد هناك من المسلمين من حصلوا على أعلى الدرجات العلمية ورغم ذلك يقرؤون حظك اليوم وقراءة الكف وقراءة الفنجان، وما كل هذا إلا تطير وكهانة ومحرم على المسلمين. وللأسف الشديد من الإعلاميين من يأتي في بداية كل عام بمن يسمون بعلماء الفلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استشرى السحر في بني إسرائيل، بعث الله عز وجل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ملك النبي. ولم يجتمع الملك والنبوة إلا لاثنين، سيدنا داود عليه السلام ومن بعده ابنه سيدنا سليمان عليه السلام. وكان دعاء سيدنا سليمان عليه السلام لله عز وجل: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله عز وجل لدعاء سيدنا سليمان، قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وكان جميع الشياطين يأتمرون بأمر سيدنا سليمان عليه السلام، وكان منهم الغواصون والبناؤون، وكان من يعصيه يصفد في الأغلال. وعلمه الله عز وجل منطق الطير والنمل، وكلنا طبعا نتذكر قصة هدهد سليمان وقصة النمل في سورة النمل. ولما وجد سيدنا سليمان أن السحر قد انتشر، جمع كل كتب السحر في صندوق ووضعها تحت كرسي عرشه، وقال بحزم للشياطين: من اقترب من هذا الصندوق سوف يحترق. وكذلك من تكلم من الإنس عن السحر أو بكلمة عن الغيب سوف يقتل. وبهذا القرار الحازم قطع الله دابر هذه الفتنة. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه.
فبعد أن مات سيدنا سليمان عليه السلام، تجسد شيطان في صورة إنسان وقال لبني إسرائيل: ألا أدلكم على ملك سليمان وكيف ساس الإنس والجن والطير؟ فقالوا: نعم. وما أشبه هذا بوسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ودلهم على مكان الصندوق وانتظر بعيدا خشية أن يحترق. فلما وجد اليهود الصندوق وفتحوه ووجدوا كتب السحر، قالوا أن سيدنا سليمان عليه السلام كان ملكا ساحرا، وبرأه الله عز وجل بهذه الآية الكريمة. أما مدينة بابل فهي مدينة في العراق، وكانت مدينة قوية جدا، وكان ينتشر فيها العلوم وخصوصا علوم الفلك والسحر. وكان من أشهر ملوك بابل نبوخذ نصر أو بغتنصر، وهو الذي دمر بيت المقدس وأسر العديد من بني إسرائيل، وسبى من بني إسرائيل الآلاف وأخذهم معه إلى بابل، وظلوا هناك فترة طويلة من الزمن، وهناك أيضا تعلموا السحر من السحرة في بابل. فأنزل الله الملكين ببابل هاروت وماروت. وأراد الله عز وجل أن يبين الفرق بين النبوة والسحر، وأراد أن يعلم الجميع أن السحر ما هو إلا علم من العلوم، فأنزل علم السحر على هاروت وماروت. وكان هذا امتحانا وابتلاء عظيما للناس، فمن تعلم السحر فقد كفر بالله وخسر الدنيا والآخرة. وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول له أن السحر كفر فاتركه، فتقوم الحجة على كل من طلب السحر. ولكن هؤلاء التعساء تركوا علم الأنبياء والرسل وأقبلوا على علم الشياطين والسحر، فكانوا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيء. ثم يجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، ولكن اطمئن، فالمؤمن في أمان من كيد الشياطين والسحرة بإذن الله. ولكن علينا الأخذ بالأسباب. أول حاجة قراءة سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة. وعلينا أيضا الحرص على قراءة آية الكرسي والمعوذتين وأذكار الصباح والمساء، فهي حصن لكل مسلم. وإن ابتلانا الله عز وجل بشيء من السحر فعلينا بالصبر وقراءة سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وأذكار الصباح والمساء والدعاء لله عز وجل. ولقد علم اليهود أن من اشترى السحر ليس له في الآخرة من نصيب ولا خلاق، ولبئس ما شروا وباعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. جزاكم الله خيراً.